ايه؟ وعايز ايه؟ مش عايز يا فندم، سيادتك بيل اللي عايز. انت ممدوح؟ خدامك يا بيل. اتاخرت ليه يا ممدوح؟ لا اصل انا الحقيقه ما صدقتش الاستاذ مصعد لما قال لي ان سيادتك عايزني. ظريف قوي يا ممدوح. اقفل الباب. بالمفتاح. نعم بالمفتاح. تعال العفو ساعة البيت فضل. اقعد يا تشرب ايه؟ اجيب لك ليمون علشان نعرف نتكلم سوا. نوال كوباية ليمون للأستاذ ممدوح وبسرعة. اتفضل. انت بقالك قد ايه في الشركة يا ممدوح؟ 10 سنين يا بيه. وقت كبير قوي. ايه اخبار العلاوات؟ الحمد لله يا بيه. انت اخر علاوة خدتها كانت كام؟ 2 جنيه يا بيه. 2 جنيه؟ ده كلام. لا 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 انا هشوف الحكايه دي. انت متجوز يا ممدوح؟ لا يا بيه. ليه؟ منين يا بيه؟ يا دوب المهنيه بتكفيني انا وست الوالده. طب هي ست الوالده عايشه معاك؟ ايوه بيه. اشرب. انت ساكن فين يا ممدوح؟ شبرا دي. ياه انت زحمه قوي 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 قوي. انا هكلم واحد صاحبي مقاول هخليه يشوف لك شقه حلوه قوي في الهرم. هدفع منين يا بيه؟ لا 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 بالمبدا لا 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 خلو ولا مقدم ولا حتى تامين. معقول يا بيه؟ طبعا. وهخليه كمان يعمل لك ايجار مناسب وانا من جهتي هديك علاوه استثنائيه. طبعا يا ممدوح لازم تتجوز ويبقى لك بيت واولاد. يا ريت اسعد البيت. لا هيحصل، لازم يحصل يا ممدوح. بقالك 10 سنين متخرج ما عندكش لا زوجه ولا اولاد ولا بيت ولا حاجه ابدا. ربنا يخليك لينا. اشرب يا ممدوح اشرب. انت ما تعرفش قد ايه اهميه الزوجه والاولاد والبيت يا ممدوح. ما تعرفش يعني ايه بيت فيه اولاد وفيه زوجه بتحبها. والله بيه يعني اعرف منين انا بيه. الانسان ساعات يبقى عصبي وممكن وهو في عصبيه ينسى نفسه ويغلط وتكون نتيجه الغلط مشكله ضخمه. ودلوقتي انا قدام المشكله الضخمه دي. ممدوح ايه يا بيه؟ انا واقع في مشكله كبيره قوي. مشكله ايه يا بيه؟ ربنا كبير. المشكله دي حلها في ايدك انت. في ايدك. انا تحت امرك. انا تحت امرك يا سعاده البيه. امرني. ممدوح. نعم. انا عايزك تتجوز مراتي. اتجوز مين؟ مراتي. مرات حضرتك؟ هي. ده كلام برضه يا بيه. ايه؟ بترفض انك تتجوز مراتي؟ لا يا بيه. ايه؟ وبتقول لا؟ لا مش قصدي يعني اتجوز مرات حضرتك ازاي بس؟ انت مالك انت يا اخي؟ انت تعمل اللي بقول لك عليه وبس. حاضر يا بيه، حاضر بس اتجوز مرات حضرتك، بس افهم ايه الحكايه؟ انت هتحقق معايا؟ انا بأمرك انك تتجوز مراتي تبقى تتجوز مراتي. ماشي يا بيه، اتجوز مرات حضرتك. ماشي. وانا واثق ان الموضوع ده هيكون سر ما بيني وما بينك. انت انسان كويس. وعلشان امانتك ونزاهتك انا هخليك من الموظفين القريبين مني جدا. طب يا بيل الاستاذ مسعد عنده فكره عن الموضوع ده؟ مسعد مين؟ ما حدش يعرف الحكايه دي غير انا وانت والهانم. والهانم يا بيه؟ مش هي يا ابني اللي اتطلقت؟ ماشي يا بيه. طيب خلاص افهم الكلام اللي هقوله ده، افهمه كويس. انت يا ممدوح هتتجوز مراتي، هتتجوزها صوري. عارف يعني ايه صوري؟ هتكتب عليها وتاني يوم هتطلقها. ده كل المطلوب منك. أنا عارف يا ممدوح إن أنت أمين وابن ناس. أنت هتنام في أوضة والهانم هتنام في أوضة. طب هو أولاد سعادتك إيه؟ لا الأولاد أنا هاخدهم عند جدهم يباتوا لنادي هناك. عارف يا ممدوح إحنا بنعمل الخلوة الشرعية دي علشان المسألة تبقى حلال. أنا متأكد إنك هتلتزم بالاتفاق ده. أنت في أوضة والهانم في أوضة. مفهوم؟ مفهوم يا بيه. خد دول. لا 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 ولا بيه. والله يا بيه والله ولا ليك عليا يمين.
انا قلبي اتقطع من كلام سيادتك. معلش بس خد 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 خد. معلش معلش يا خد، بس علشان تجيب كده بدله ظريفه كده وفي وسط الناس تبقى قاعد. الناس فينا بيه؟ مش سيادتك قلت مفيش حد؟ لا مفيش حد، بس فيه المأذون وفيه الشهود وفيه الناس. دول 1000 جنيه والباقي بعدين. خد كمان ده العنوان. الساعة 9 بالظبط هنكون كلنا قاعدين مستنيينك هناك. مع السلامة. كمان ايه دول؟ 1000 1000 ربنا يطول لنا في عمرك. أستاذ ممدوح تعال 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 يا راجل. إيه بقى أنا حبيبي المأمورية دي؟ خد بالك أنت مالكش في الشركة دي غيري، ثم أنا اللي رشحتك للمأمورية. المأمورية دي فين؟ هناك. فين؟ عند ال عند البتاع. ممدوح بلاش. طبيعة المأمورية دي إيه؟ طبيعتها يعني خاصة بإيه؟ هي خاصة بتنظيم الأسرة. يا صلاة النبي، تعرف اللي يشوفك الليلة بيقول عليك عريس. انت بتقولي فيها يا أمه؟ يا ما نفسي أجوزك وأفرح بيك. أهي البت وردة حلوة ومسكينة وعلى قد إيدين. وردة بقولك يا أمه، أنا يمكن أبات بره الليلة دي. ده انت عمرك ما عملتها يا ابني. المدير بتاعي اصله قصيده في مأمورية للشركه. بقول لك ايه؟ يبقى خلي ورده تبات معاكي. انت عاوز تفطسني؟ لا مش خايف عليا انا كمان لافطس؟ اشمعنى يعني؟ غاية الأسف يا زهدي بيك، أسبت غاية الأسف، فمثل هذه الأمور لا يجب يا سيدي الأستاذ. أنا عارف إن اللي حصل ده خطأ، ولكنه حدث، فماذا أفعل؟